مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. كتير مننا بيستلم الشقة ومش عارف يشطبها ازاي، مش عارف يبدأ منين، يبدأ بعد ما بيخلص المحارة، مش عارف يبدأ بالسباكة ولا يبدأ بالكهرباء ولا يبدأ بإيه. وطبعا الميزانية، ممكن الناس كتير ما بتعرفش تتحكم في الميزانية، ما بتعرفش توظف فلوسها صح، ما بتعرفش تحط الفلوس في ايه اولى في الحاجه دي، او اللي احط فلوس اكتر في الحاجه دي، والمعامله مع العمال وحاجات تانية كتير بتغلبنا واحنا بنشطب البيت. النهارده معانا مهندس بيتر صدقي، مهندس تشطيبات وديكور، وهنعرف منه ازاي نشطب البيت من غير مشاكل. صباح الخير يا باشمهندس، اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا في نهارك سعيد. باشمهندس، الاول في كلمه طبعا كلنا بنسمعها لما بنيجي نستلم شقه جديده، بيقول لنا الشقه دي نص تشطيب. يعني ايه نص تشطيب؟ هي نص تشطيب يبقى راكب فيها الحلوق، و الحلوق اللي بتاعت الباب بالظبط كده، ومتأسس فيها كهرباء مكان لوحه الكهرباء والليات بتاعت الكهرباء، وبتبقى متمحره. بتبقى متمحره، ده بيسهل بعد كده ان احنا نقدر ان احنا نخلص البيت اسرع، او بتكلفه بتبقى اقل. بيسهل كتير وبيقلل من التكلفه، بس انا بعد كده ببقى بعدل على الكهرباء، فبضطر ان انا اكسر في المحاره تاني وتمحر تاني من الاول. يعني احسن ان احنا نستلمها من غير كهرباء ومن غير هو الحاجات. انا بفضل كده، علشان يعني كل واحد عشان يوزع كمان لو توزيعات هد حيطه الكهرباء براحتنا، وهفتح اوضه على اوضه وهقفل اوضه، فطبعا بتختلف من مكان لمكان. وعشان تبقى عارف كمان السلوك اللي انت جايبها جايب انواع ايه، ما يبقاش فيه مشاكل في الكهرباء بعد كده وتهد وتبني بالظبط صح كده، وابقى محدد مكان كل حاجه بالظبط، وابقى ابتدي بقى ان انا ارفع مقاساتي عشان احدد الفرش وهشتغل ازاي في الشقه. ده حضرتك مهندس هتعمل كده، لكن تمام. لو حد مش هيشتغل مع مهندس ياخدها نص تشطيب وبعدين يعمل ايه؟ هو اول حاجه لازم يعملها ان هو يعني يرفع مقاسات المكان اللي هيشتغل فيه، سواء شقه او محل او فيلا او ايا كان المكان، ويبتدي يشوف هو هيقسم المكان بتاعه ازاي. اذا كان هو عايز مثلا يكبر ريسبشن، يكبر المطبخ، يفتح اوبن كيتشن، دي حاجه ترجع له، وبناء عليه بيحدد الفرش بمقاساته، وبعد كده بيبتدي ان هو يجيب الكهربائي بحيث ان هو يحدد له الفرش، يقول له انا عايز احط مثلا السرير هنا، فحط لي الفيش اللي على الكومودينو يمين وشمال بمقاسات كذا وكذا، فبيبتدي ان هو يحدد بناء على المقاسات اللي رفعها وهو شاف يعني عايز يفرشها ازاي. طيب نتكلم على التشطيب بقى. يعني احنا بنشطب شقه، يعني عندنا شغل سباكه اللي هو معظمه بيطلع بايظ كل البيوت بنكسر وبنعمل تاني، وعندنا طبعا النقاشه والمحاره وكل الحاجات دي كتيره في التشطيبات. طيب واللي هنبدا باول حاجه، اول حاجه بتتعمل ايه لو احنا مش يعني حضرتك مستلم مثلا مكان هتعمله من غير محاره من غير اي حاجه، هتبدا تعمل ايه؟ اول حاجه هبتدي اعملها السباكه، ببتدي احدد اماكن الحوض والغساله والتلاجة، يعني ببتدي احدد اماكن السباكه وبشتغل فيها. تمام. وتاني حاجه ببتدي اعملها ان انا اشتغل في الكهرباء، بحط مكان لوحه الكهرباء، الغساله، مكان الجرس، بحدد مكان كل حاجه وببتدي اشتغل في الكهرباء. بعد كده بخش ببند المحاره. هل الاحسن ان انا اكتر فيش الكهرباء عشان ابقى مثلا براحتي بعد كده، عايز ازود حاجه، عايز مثلا انقل حاجه من مكان لمكان، لو الناس اللي بتحب تنقل يعني وتغير في ما هو على حسب طلب العميل البيت. في الموضوع ده، يعني لو عايز تغير او كده زود، بس مش للدرجه، مش يعني انا ما للدرجه ينفعش ان انا الاقي كل البيت 10 كله سنتي فيش كهرباء. لا يعني مش كل فيش 10 طبعا. سنتي، يعني مثلا على الحيطه دي وعلى الحيطه دي وعلى الحيطه دي، ان انا اسهل برضو، ان مش عايزه مثلا مسهل احط الدنيا فيش بالظبط كده، الكهرباء لازم الف البيت كله ادور على فيش بالظبط لحد كده. ما. لا بيبقى على كل ده في حيطه فيشه الديكور او فيشتين ايه كمان، الصح؟ ان انا يعني كل حيطه يبقى عليها فيشه مثلا او فيشتين، فيشه او فيشتين. ده صح عادي كويس، يعني مش هيفرق. تمام. طيب بعد كده بقى بندخل في مرحله المحاره. المحاره المحاره ليها مواصفات معينه عشان تطلع يعني سليمه ومظبوطه. اول حاجه انا بشتغل بؤاج واوتار. البؤاج دي بتبقى عباره عن بروز معين، بحدد سمك المحاره وتخانه المحاره عشان اعرف اظبط وزنتها، وبعد كده بركب الحلوق. تمام. بعد كده ببتدي امحر. في بديل للموضوع ده، في مكنه للمحاره، اله دي لسه جديده. دي الجديده اللي حضرتك بتتكلم عنها. دي بتركب على شاسيه حديد وبيبقى عليها عامل شغال بيمون زي في الفيديو كده، وبتطلع وتنزل وبتمحر.
بتمحر المكان بتطلعه مظبوط. هي كمان سريعة جدا، يعني هي بتعمل 500 متر او 600 متر في اليوم، يعني بتعمل 600 متر في في اليوم، اليوم يعني تخلص شقة وشقتين كمان في اليوم. تخلص شقة وشقتين في اليوم، وبتبقى تكلفتها عالية قوي يعني، ولا بتبقى هي البادجت بتوفر في بتاعتها؟ العمالة، بتوفر في بتوفر في العمالة. العمالة ودي لكن موجودة متوفرة دلوقتي في السوق، موجودة هنا في السوق وبتتباع موجودة وبينزل معاها ضمان سنة كمان. والله. طب كويس قوي يعني، دي هتوفر في الوقت كمان وفي وجودة دقة الشغل الشغل. كمان. طيب بالظبط، بتبقى الحاجة مظبوطة. التخفيف، المحارة بتتخفف بمية صح؟ بيبقى ليها كميات طبعا بيبقى معروفة، ليها كميات معروفة. ما والعامل تتغشش اللي يعني الحاجات بيشتغل، دي، يعني العامل اللي بيشتغل ما يغشش ما هو في المحارة. لو غش ايه بتيجي اللي فوق بيحصل؟ دماغه، يعني ايه اللي بتبوظ بيحصل؟ منه، يعني بيضطر ان هو يكسر ويعيد. بيعيد من الأول، لكن لو غش ما يقدرش يغش العميل. لا هو ممكن يغش ان هو ممكن يضيف ليها جبس عشان ممكن يضيف جبس، تنشف بسرعة، وبعد لو اتضاف بقى للمحارة جبس بيبان لي انا بيبان ايه بعد بعد كده كده؟ اول ما تنشف. ايه؟ يعني هي بتترش مرة واتنين، ولما تنشف بيبان فيها، بتتشقق وشروخ كده، فبيبان وبيبان يعني بقع بيضة كده أملاح، بتبقى كده متضاف لها جبس المحارة. طيب قبل ما يعني ابدأ ان انا اشطب البيت، بيبقى معانا طبعا فلوس، نوزع الفلوس ازاي ونقسمها ازاي؟ على حسب اصرف في المساحة. ايه؟ أصرف في إيه؟ هو كل حاجة لازم يتصرف فيها بصراحة. اكتر حاجة، اهم حاجة اللي مش هينفع بعد كده، بعد ما اخلص أهم اقول حاجة يا ريتني كنت صرفت في دي وجبتها احسن حاجة، الكهرباء والسباكة دي اكتر فعلا. حاجة. يعني وأسس كمان مكان للتكييفات، بحيث إن أنا حبيت أركب بعد كده ما أجيش أكسر، ما أجيش الصرف ما يبقاش بينقط على الشارع بتاعه. لا، أسس مكانه وأسس تكييفات، وبعد كده خلاص انا ممكن اغير في النقاشه براحتي بعد كده. يعني النقاشة مقدورة الموضوع عليها، سهل. لكن يعني الكهرباء والسباكة دي وكمان اراعي ان انا ممكن بعد كده لو مش هركب اسقف ساقط، يعني اراعيها في الكهرباء، بحيث ان انا انزل يعني اغذي سقف كهرباء عشان لو هركب عشان لو سبوتات بعد هعمل كده او سبوتات كده. يبقى عندي المكان. طيب قولي احنا ازاي بعد ما اعمل السباكة والكهرباء اعمل تشيك، عشان بعد لما خلاص اعمل الدهانات بيطلع مشاكل كتير جدا، وبنضطر نكسر من الاول ونعمل كهرباء من الاول وسباكة نعيد عليها. اعرف من اعمل تيست ازاي على السباكة والكهرباء بعد ما يخلصوا؟ هقول لك حاجة، بالنسبة للسباكة في شركات معينة بتقدم ضمان. بعد ما السباك بيخلص بيبعت حد من الشركة بيعمل معاينة، تمام، وبيديك ضمان على الأساس ده. فما دام يعني هو بيراجع اللحامات وبيراجع المواسير والكلام ده، وبيشوف عزل الأرضية لو هتتعزل وبيراجع الكلام ده، وبيديك الضمان. هي قصة في انك مش هتكسري بعد كده، انك لازم تبقي حاسبة مكان الحوض بالظبط والباب وهو بيتفتح ان انا ما احطش حاجه وراه. لا بس ساعات بيبقى في ماسوره جوه الحيطه مثلا، وبعدين بلاقي الحيطه اللي وراها عامله رطوبه، عم طلعها اللي هي لا، الميه ما هي كده الماسوره بتاع. مسربه. ما هو اعمل ازاي اللي بقى بيجي تشيك من بقى على الشركه، الماسوره اللي ما هو مسربه في دي؟ حد بيجي من الشركه غير السباك، ده الشركه بعد اللي جايبه لك المحاره صح؟ الخامه. لا، ده اول ما السباكه اول تخلص. ما السباكه تخلص. الشركه اللي انت مشتري منها الخامه، في شركات بتبعت حد مندوب من عندها بيراجع الكلام ده هو كله، وبيعمل تيست ميه، ولو حاجة مسربة مش ما بيديك عنديش الضمان الشركة وبيخلي اعمل ايه؟ السباك اعرف انا يعيد. ازاي ان السباكة دي راكبة صح؟ بيبقى في جهاز بيضخ مية جوه المواسير، تمام، بقوة دفع كبيرة. لو المواسير طبعا سربت خلاص، يبقى كده في مشكلة في السباكة. ببتدي ان انا اشوف بقى ماسورة ماسورة واشوف العطل فين يعني، واغير الماسورة نغير بس. الماسورة ده قبل ما نعمل المحارة، عشان طبعا بعد كده ما يحصلش مشاكل. طيب قولي بقى دلوقتي في جديد في الديكور، طبعا حضرتك كنت بتتكلم معايا قبل الهوا عنه، في حاجات بدل الجبسن بورد اللي هي الاسقف الساقطه والحاجات دي، ايه الجديد في في الديكور؟ الستريتش سيلينج في المجموعة الأولى عندي. ده ده هو ايه عبارة الاستريتش عن سيلينج ده؟ أسقف، هي موجودة في المجموعة الأولى دلوقتي، أنا عرض لها صور. دي بتبقى عبارة عن أسقف يعني خامة زي القماش كده بكل الألوان. خامة زي القماش لكن مش قماش صح؟ لا مش قماش، دي في منها العازل الحرارة وفي منها ضد الحريق، ومع بيبقى معاها ضمان كمان. وبتتركب في دي الأسقف. بتتركب في السقف، وممكن اركبها على جبسون بورد كمان، يعني ارسم الرسمه اللي انا عايزها في الجبسون بورد واركبها جوه الجبسون بورد. لا انا مش فاهمة في هي منها الوان، بتتعمل هي ازاي. بيبقى الخامه فيها لمعه يعني عامله زي المرايه بس. وبيتركب فيها سبوتات ولا هي بتبقى هي عبارة عن رسومات بيركب بس؟ فيها سبوتات. هو ده فيديو لطريقه تركيبها. هنا بيحدد مقاس السبوت اللي هيركب فيها، تمام، وبيبتدي ان هو يركب له الشاسيه بتاعه.
تمام. تمام. وبعد كده بيركب في بيركب السبوت فيها. بس لا هو دي لسه دي ما ناشفه ركبش شويه مش زي سيلينج. لا لا هو لسه ما لسه ما ركبهاش. ركبوش ده مكان. هي دي الخامه بتاعت الاسترتش سيلينج، بيبتدي بيبقى ليها زي اكسسوار ألمونيا، تمام، بيركبه بيتثبت في كده الحيطه وبيتثبت فيه. وبعدين بيتشد. هو اهو اللي هو الاكسسوار اللي بيلمع دوا، تمام، وبيبتدي يتثبت فيه ويتشد عليه. في النهايه يعني يعني بيعملوا زي ماكو بخار هو صح لو عشان بسيط يتفرد. بالظبط كده. اهو بيتفرد، وبفرغ بقطع في مكان السبوت وبركب السبوت عادي جدا. اهو بالظبط بيتركب طيب كده. وبيترسم عليه اي حاجة انت عايزها، هو بتعمل عليه اي انا حاجة. هو ده موجود على سقف ساده ما فيهوش جبسون بورد، لكن انا ممكن يعني لو عندي سقف مثلا افتح فيه بانو مربع يبقى جبسون بورد، والبانو مربع طالع اركب فيه الاسترتش سيلينج، بيتركب بس هو الاكسسوار ده وبعد كده الاسترتش طب سيلينج. وهل احنا عندنا في مصر عمالة بتقدر مدربة ان هي تعمل الشغل ده؟ لا موجوده شركات بتقدم الخدمه دي وبتجيب لك العماله وبتركبها لك وكل حاجه وبتديكي ضمان كمان عليه. ده حلوة، في منه الوان كتير كمان واشكال دي كتيره حلوة جدا. موجوده، بسيطه يعني، ممكن نستخدمها في الغرف الضيقه او في الاسقف اللي ارتفاعاتها قليله. توسع شوي بالظبط اللمعة تدي بتاعتها، تدي وسع بالظبط. شوي. ولو عايز اعمل ديكور وفي نفس الوقت السقف عندي ارتفاع واطي فمش هينفع العب بجبسون بورد، او لو عايز فممكن تغير اشتغل وزهقان بيها بالظبط. من السقف تعملها. بس دي ده بيخرج مكانه للسبوت هو بقى، بيفتح مكان المخرج السبوت للسبوت. وبيركب الشاسيه بتاعه. هو الشاسيه بتاعه ركب في الاول، هي باينة سهلة هيركب بس الوش. هي أكيد مش سهلة، أكيد معقدة، ولو القطر دخل كده شوية لا لا هي الشغل الخامة كله بتبقى يبوظ. مشدودة جدا، مش يعني لا سهل ان انا احدد فتحة سهلة. السبوت يعني هو مش هتتقطع طيب بس. وبيثبت الوش بتاع السبوت في الشاسيه اللي ركبه في السقف قبل الاستريتش سيلينج، وبعد كده بيركب وما السبوت. يتحرقش من سخونية الإضاءة، ما يتحرقش من أي لا حاجة لا لا ما صح؟ فيش الكلام ده احنا برضه. عارفين السبوت بيبقى سخن جدا ما يأثرش عليها. لا ما هو على حسب السبوت اللي انا جايبه. السبوت ما ياثرش على السقف. لا لا ده الحاجات في يعني في حاجات ضد الحريق ويعني في حاجات مقاومتها عاليه حلو، جدا عامله يعني. زي البلكسي، شبه البلكسي شبيهه شويه بيها. صح. ايه في فيديو تاني هنشوفه. في فيديوهات تانية. بعد كده في اللي هو الفايبر اوبتكس، تمام. احنا ممكن نعرض صور ليها الاول، نبص على الشكل الفاينل بتاعها وبعد كده نشوف بتركب ازاي. دي بتبقى عبارة عن إضاءات بتتحرك جوه السقف بشكل معين برسمة معينة زي ما أنا عايز، يعني شكل السقف بيتغير. هي بتتحرك جوه السقف، والسقف بيكون ايه؟ السقف بيكون بالشكل اللي أنت عايزاه، يعني يعني بيكون، زي الاسترتش سيلينج كده، ممكن يركب جوه جبسون بورد. يعني قصدي بيكون يعني هي السقف ببقى عاملاه والإضاءة فوق مغطية عليه بالظبط كده. صح؟ ده فيديو طيب احنا لتركيبه. شايفينه معانا دلوقتي. ده الجبسون بورد نفسه، هو هيبتدي يفكه وينزله عشان هو بيمشي شبكة. هو الفايبر اوبتكس دي بتبقى حاجة عاملة زي السلك الشفاف كده بيمشي فيها زي الإضاءة. الليد. اهو بالظبط زي كده. اهو ايوه زي عارفه، اللي الصورة بيعمل زي نجوم في السماء بالظبط هو والحاجات ده. دي صح. بيبقى بيبتدي سقف ان هو اسود يوزع مثلا، نعمل سقف اسود خالص وتبقى هي كأنها زي ما نجوم حضرتك عايزة. زي ما احنا ممكن عايزين. كمان السقف يبقى دهان ما ركبش عليه ستريتش سيلينج، وممكن اركب ستريتش سيلينج كمان عليه يعني. عارفه ازاي. بس وببتدي احدد اماكن الرسمة واجمعه وبتبقى بالالوان اللي احنا عايزينها، الالوان بتتغير بالوان كمان. الاضاءات والالوان بتتغير كمان. بس في وبيبتدي شركات في يثبت مصر فعلا الاضاءات. انا عارفة ان هي بتعمل الموضوع ده. ده بعد ما اركبه هيبتدي. بس مش خطر صح؟ لا لا خطر في ايه، هو في كهربا. الاخر بيجمعه في ركنه في السقف وبيبتدي يوصل له توصيلات الكهرباء بتاعته ويشغله عادي. لا ما فيهوش خطر ما خالص. بيسخنش قوي، ما بي اصلا لا بخاف من لا ده الكهرباء، افضل من الليد كمان بخاف من يعني. الكهرباء جدا. ده افضل من الليد. بعد ما بي بس بعد هو كده بي بيركب في بيقص طرف الحاجات كل سلك الزيادة زي صح؟ لمبه زي اكسسوار خفيف بحيث ان هو يثبتها في السقف ويقص الزياده بيقص اللي في ال الزيادة اه وبيعمل اللي ايه في دلوقتي؟ الاوبتكس. بعد كده هو بيمعجن الفواصل بتاعه السقف بتاعه الجبسون بورد، الفاصل بين اللوح واللوح بيمعجنه ويبتدي يدهنه وينور على طول يعني. خلاص، دي حاجة جديدة كمان.
ايه بقى في الحاجة، منه في حاجة في صور. ايه تاني؟ اه ما هو في الصور بقى في منه اشكال كتير زي ما انت عايزه. في حاجات مثلا بتبقى زي رسمه شكل سما، ولما بتطفي النور الشكل السما دي بتتغير وبتدي اضاءات معينه بشكل معين. ناس كتير بقت بتفضل ان هي تعمل الفايبر اوبتكس والحاجات الجديدة دي، ولا بتلاقي مثلا العميل بيتعبك لحد ما تقنعه ان هو يعمل حاجة مبتكرة وجديدة؟ هي اول ما نزلت كانت الناس مش عارفه ده ايه وشكله هيبقى ايه ومتخوفه منه، كمان هو سعره عالي شويه، بس لا يعني لما بيشوفوا النتيجه بتاعته لا بيبقوا مبهورين بيه يعني. تمام. بس في بعد كده في الخامات بتاعه الديكور في بلاطات 3D، ده شكل الفايبر اوبتكس. بعد ما خلص اه دي زي اشكال السما منها، اللي هو انا قلت لك ده عليه. جوه الجبسون بورد كمان عامله. تمام. تمام. لا حاجات فعلا جديدة وبتغير شكل المكان، يعني انت ممكن ما تكلفش كتير ولو عملت حاجة بالشكل ده انك تخلي المكان يكون تنطق المكان. شكله مختلف تنطق المكان. جدا. طيب احنا مهندس بيتر صدقي مهندس التشطيبات والديكور، بشكرك الله شكرا يسلمك. جزيلا، وعرفتنا النهارده يعني معلومات اكيد هتفيد ناس كتير اللي ربنا هم يخليك. لسه بادئين يشطبوا البيت، ولو في حد كمان عايز يغير في ديكور البيت اكيد هيلاقي معلومات يستفيد منها من ربنا حلقتنا يخليك يا النهارده. فندم. بشكرك شكرا ميرسي جزيلا. جدا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس استنونا في فاصل وهرجع لكم انا وريهام عشان نختم يومنا النهارده في معارك سعيد.